أصدقائي، رحب بكم ونروح زيارة إلى مدينة الرمل التي تحوي على تماثيل. وتقع هذه المدينة جنوب الغردقة بين سنزومول والغردقة، ومتكونة حنشوفها، احنا نزورها ونشوف، نستحقكم برحلة نستكشف هذه المدينة. أول شيء هذه الجعر أو الدعسوقة أو الخنفسة المشهورة، هذه معركة قادش الأسطورية بين رمسيس الثاني والحيثيين اللي حصلت في سوريا بين جيشين، الحيثي والفرعوني بقيادة رمسيس الثاني. هذا تمثال نابليون، بعدين ملكة كليوباترا اللي تعرفون انتحرت بالسم الثعبان، وهنا يرمز هذه الأفعى مثل ما تشوفوا على الأرض والعنكبوت، وتمثال إلها جسمها. تمثال رائع، شغل رائع، كله من الرمل. هذا قيصر روما، يوليوس قيصر، تمثال من الرمل عمودي. بعدين نحكي تفاصيل كيف يصنعون هذه التماثيل، كيف ينحتون باخر الفيديو. هذه الاهرام، اهرام الجيزة، ايضا كله رمل، مصنوع من الرمل. ناتي الى هنا الجرمانيون الفايكنج، الجرمانيون اللي انتهت حضارتهم وانتهت فترتهم باندحارهم في معارك مع الجيش المسلمين في الأندلس، الجيش العربي الإسلامي في الأندلس، الفايكنج. هنا تمثال زيوس عند الإغريق، بعدين هيرودس، بعدين سادون الأغريق، هذا من كلها رموز أغريقية. تمثال هندوسي هذا، هنا تمثال الخير والشر الصيني، التنين الصيني والنمر، تمثال الخير والشر يرمز إليه. طبعا النحات اللي نحت هذه مع مجموعة شباب مصريين، هذا أبانوب نحات مصري. هنا الإسكندر المقدوني، نصب لمعركة، آخر معركة في الهند، شوفون الفيلة وغيره. ملحمة سبارتا، هنا تذكرون فيلم 300 لما قاتلوا 300 مقاتل، قاتلوا الفرس. هذه فم الحياة، هذا فم الحقيقة، ومعبد حتشبسوت، أشهر معابد في الأقصر عند وادي الملوك، خلف وادي الملوك الملكة حتشبسوت اللي بنت هذا المعبد. هنا التمثال الآشوري، الثور المجنح، مثل الحضارة الآشورية في العراق في وادي الرافدين. تمثال رائع. وهنا محمد الفاتح القائد التركي اللي فتح القسطنطينية، معركة القسطنطينية، فتح القسطنطينية. هنا تمثال الملك أخناتون والملكة نفرتيتي، أخناتون يقال انه هو الموحد. هنا معبد ابو سنبل، نموذج لمعبد ابو سنبل في جنوب اسوان، 180 كيلومتر جنوب اسوان. هذا معبد انا زرته سنة 2010، معبد رائع، يقع على بحيرة سيد ناصر. طبعا هو منقول، هذا المعبد نقل الى البر
لأنه بحيرة ناصر أخذت مكانه، وهي عين حورس من رموز الفرعونية اللي تحرس ال... وهنا في زي ما نشوف مفتاح الحياة وبعض الرموز الفرعونية اللي هذا نموذج لأفلام كرتون روسي، شخصيات كرتونية روسية. شغل رائع طبعا، باكس بوني هذا الأرنب، وهذا سيمسون عائلة سيمسون، وأنجري بيرد، والدب ميشا، دب شخصية روسية كرتون، كلها شخصيات كرتونية هنا موجودة ما أخذها ركن كامل. شوفوا هذه نانا السفينة القرصان هوليوود، هنا نموذج لهوليوود الأمريكية. شوف هذه الشخصيات كرتونية أيضا معروفة، هذا القرصان معروف عن هذا ال... هنا الديناصورات كينغ كونغ والرجل الحديدي ايرون مان، وهذه الجنية، هنا عمليا كيف يصنعون هذه التماثيل. هنا تشوفون في الهرم ده يصنع تمثال، هنا يريد ينحت تمثال، يعمل ايه، يجيب رمل يغسله، يغسلوه من الاملاح، وبعدين يدخلوه ضمن حاويات هذه ويكبسوها، وتبقى لمدة شهر يرطبوها بالماء ويغسلوها ويكبسوها، وبعدين بدون ينحتوها يقسر الرمل يصير متماسك. هذه ادوات النحت اللي ينحتون بها الرمل، المسطرين وغيره، هاي الشمشة يعني والمالج اي نسميها بالعراق، هذه ادوات النحت على الرمل. فالرمل يتنظف وينكبس، هاتش زي ما شفتوه يتحوط بحلقات خشب ويتكبس، وبعدين تبدأ عملية النحت. بعد شهر ينشف ويجمد ويصير صلب شوي حتى يستطيعون ان ينحتوا. لذلك تشوفون تماثي كلها رمل. شو هذا الرمل هنا عمليا يجيبوه حتى ينظفوه ينخلوه من النخل الرمل وينغسل ثم ينصب بالحاويات بالماء والضغط، يضغطوه هيدروليك شوية، يضغطوه حتى شايفين كباس الكهرباء. هذا تمثال للسفينكس أبو الهول، أنا ما أريد للأهرامات ومثال أبو الهول رائع جدا. هذا يتقدم المدينة أول ما تدخل عند مدخل المدينة، وهذا أبانوف اللي قدم الموضوع صح، وهذا أيضا توم أند جيري. تحياتي لكم، مع السلامة.